الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشرم الشيخ. المؤتمر يشارك فيه 130 باحثا ومتخصصا في مختلف البحوث النووية من الدول العربية لمناقشة 140 بحثا في التطبيقات النووية. لا يزال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية قابعا في جلسات مغلقة رغم انعقاد مؤتمر كهذا لإحدى عشرة دورة سابقة. الأبحاث هنا تزيد على 140 بحثا تتعلق بكيفية استغلال الطاقة سلميا في أغراض حياتية، لكنها ستظل كسابقتها حبيسة الأدراج ما لم تؤخذ خطوات جدية لتنفيذها كتطبيقات نووية. البحث العلمي في الوطن العربي ما زال يخطو خطوات بطيئة جدا، ولابد أن الرؤساء وأصحاب القرار والملوك والقادة أنه يفكروا مليا كيفية تطوير البحث العلمي بصفة عامة، ومن خلاله تلتقي كذلك البحوث في التكنولوجيا النووية. يعتبر هذا التجمع الذي يقام في شرم الشيخ لأربعة أيام هو الأكبر من نوعه عربيا لعلماء الطاقة الذرية، ينظم كل عامين في إحدى دول الجامعة العربية، ويتناول محاور عدة أبرزها تطبيقات النظائر المشعة في مجالات الطب والزراعة والصناعة والمياه. تطور العلم بيبتدي من هذه البحوث اللي حضرتك بتشوفها اللي هي بتقدم في هذه المؤتمرات، وكل النتائج البحث اللي احنا بنوصله الآن كل ده بيبتدي من هذه البحوث. فهناك تطبيقات عديدة جدا وكثيرة، ولكن زي ما انت عارف ان البحوث عادة بتبني على بعضها، يعني البحث العلمي هي مراحل بتبني فوق بعضها وفي النهاية بنصل لتطوير وتحديث ونتائج قيمة. يعني لا شك ان استخدام التقنيات النووية يصاحبها يعني متطلبات أساسية ما يتعلق ب في ظل الأمان النووي، هناك خطط لطوارئ الاستجابة لأي طارئ إشعاعي وكذلك ما ينتج من نفايات مشعة. غير أن مصر كأولى الدول العربية اهتماما بهذا المجال تعتزم إنشاء برنامجا نوويا لتوليد الكهرباء كواحدة من أهم التطبيقات النووية لحل أزمات الطاقة المستفحلة في منطقة الضبعة. أتمت الحكومة تجهيزاتها بينما لا تزال مفاوضات تجرى مع شركات عالمية لإنشاء أول محطة نووية في مصر قد يبدأ إنشاؤها مستهل العام القادم. احنا دلوقتي شغالين في اطار مباحثات فاتحين تشانلز مع الدول المواجده للمحطات النوويه عموما، وبتحصل في زيارات للموقع منهم، كان اخرها الخبراء الكوريين وقبليهم كان الصينيين وقبليهم كان الروس، وبتبدا وبنتداول المناقشات معاهم والمفاوضات معاهم في الفنية والاقتصادية والتمويلية، لأن التمويل طبعا حاجة مهمة جدا بالنسبة للمشروع النووي. هو عموما المخطط ليه إن شاء الله يعني إذا ما تم الاعتماد الخطة ونجاح المفاوضات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي ممكن تكون على بداية السنة الجاية ويكون في حاجة كده تم توقيعها. المحطة النووية بتاخد حوالي من 7 لـ8 سنين إنشاء. تقول وزارة الكهرباء والطاقة في مصر إن معدل الزيادة في استهلاك الكهرباء يصل إلى 7% سنويا. باستطاعة المحطات النووية كواحدة من أهم التطبيقات السلمية للطاقة النووية أن تستوعب تلك الزيادة إذا ما حازت التطبيقات النووية على اهتمام المسؤولين والباحثين على حد سواء. من مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، أمام جاهد، تلفزيون النهار.